ضوء هذه التصريحات والتي أضيفت إليها التصريحات الأوروبية بالطبع والتي أضيفت إليها تصريحات الرئيس الفرنسي، مردود كل ذلك على الوضع على الأرض لديك؟ نعم، اليونان تنظر إلى التصريحات المستمرة من تركيا وردود الأفعال بأنها متوقعة بعض الشيء كثيرا، وخصوصا أن الاتحاد الأوروبي أظهر العصا الغليظة يوم أمس، وأنه سيتم فرض العقوبات أو مناقشة فرض العقوبات في 24 من سبتمبر المقبل. كان من المتوقع رد فعل تركيا بهذا الشكل، ليس مفاجئا بالنسبة لليونان، لكن اليونان تتعامل مع المسألة بكل تعقل. هي لها يد العليا الآن، القانون الدولي في جانبها، قانون قوانين الاتحاد الأوروبي ودول الاتحاد الأوروبي، حتى لو كان في انقسام هناك، لكن دول الاتحاد الأوروبي لن تسمح لتركيا في المضي قدما في الاستمرار في هذه الخروقات. وما يدعيها ما تدعيه تركيا أنها لا حقوق قانونية أو ما إلى ذلك، كل هذا عاري من الصحة تماما. القوانين الدولية في صف اليونان، ونلاحظ دائما أنهم يقومون بعمليات المناورات العسكرية في المنطقة الاقتصادية التي تجاور المنطقة الاقتصادية وترسم الحدود مع مصر، لكنها لا تستطيع أن تتحرك أكثر من ذلك، لأنها تعلم تماما أن هناك قوات بحرية مصرية ترصد كل هذه العمليات، بالإضافة إلى القوات الفرنسية التي أعلنت أنها تقف تماما مع اليونان بوجود الفرقاطة لافايت وبوجود الطائرات الرافال في القاعدة العسكرية القبرصية. فرنسا أعلنت أنها تقف مع اليونان مباشرة، وهناك توتر بالفعل ما بين فرنسا وبين تركيا بشأن مياه البحر المتوسط، وخصوصا لا ننسى أن شركة توتال هي الفرنسية هي التي لديها حقوق التنقيب بالنسبة لليونان في هذه المنطقة، ففرنسا ستكون أيضا ستقف بشكل حازم تماما تجاه أي تصعيد من الجانب التركي. طيب يعني عمرو، أيضا ماذا عن التدريبات والمناورات العسكرية؟ يعني هناك مناورتين تتمان بالتزامن، تركيا من جهة مع بعض الأطراف وأوروبية من جهة أخرى، ماذا عن التأهب والاستعداد لهذه المناورات؟ نعم، بالنسبة لا ننسى يوم أمس انتهت المناورات العسكرية التي كانت بالذخيرة الحية وفي القوات المشتركة اليونانية والقبرصية والإيطالية والفرنسية في هذه المنطقة ما بين جزيرة قبرص وجزيرة كريت اليونانية، وهذا ربما كان رد فعل من تركيا الآن، لأنها ليس لديها أي شيء سوى تعلية الصوت للاستهلاك المحلي، ليس إلا لأنه ليس لها أي سند قانوني سوى بعض الدعم من الولايات المتحدة الأمريكية، التي أيضا لديها سفينة عائمة أو قاعدة عسكرية عائمة ترسو في جزيرة كريت، ولن تسمح بأي تصعيد عسكري ما بين المنطقتين. هناك تدريبات عسكرية متوقعة ما بين اليونان وبين دولة الإمارات العربية المتحدة، وهي تشارك الآن بأربع طائرات F-16 وطائرة C-130 النقل الجوي وتسع طائرات كبيرة بجميع الأطقم لديها. كل هذا يصب في أن اليونان مستعدة تماما، وخصوصا أن اليونان، وهناك تسريبات تقول أن اليونان على ربما ستشتري صفقة طائرات رافال مقاتلة ب18 طائرة، منها 10 طائرات جديدة ستشتريها و8 طائرات مستعملة ستهديها فرنسا إلى قوات الجوية اليونانية.